القلب من تحب اعرف التحبهم للعقل امتثل واسلك بدربهم المصطفى بالعدد عترته حسبهم بالاسم والوصف عن وحي كتبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل أنزل في القرآن آية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حجة له، حجة الوداع، أمره الله عز وجل أن يبلغ أن من بعده وصي هو علي بن أبي طالب. فجمع الناس في يوم حر شديد في موقع يسموه بموقع غدير خم. هناك اجتمع الناس حوالي 100,000 أو 120,000، وجمع رسول الله المتقدم منهم أرجعه والمتأخر انتظره وقال كلمته المعروفة: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد أن يقول من ذلك أن لا شيء أكبر من ولاية علي. كل شيء يجب في هذه الدنيا يجب أن يكون مرتبط بولاية أمير المؤمنين، لأنه بدون الولاية لا ينفع المرء إن صلى وإن صام. في هذا الزمان كم نحن بحاجة إلى ولاية أمير المؤمنين، في هذا الزمان كم نحن بحاجة إلى أن نكون أعداء لأعداء أمير المؤمنين ونكون موالون لمن والى أمير المؤمنين. يا قلب من تحب اعرف التحبهم للعقل امتثل واسلك بدربهم المصطفى بالعدد عترته حسبهم بالاسم والوصف عن وحي كتبهم.